فقدت الليرة التركية أكثر من 30% من قيمتها هذا العام. الكثير يتساءلون عما يحدث بالضبط. اعتمدت تركيا لسنوات على الاستثمارات الأجنبية لسد عجز الدولار. الولايات المتحدة هي التي تقود ثقة الأسواق. حدث خلاف مع الولايات المتحدة، فاهتزت ثقة المستثمرين الأجانب، فسارع المستثمرين لبيع سندات الليرة التركية. فقدت تركيا المزيد من الدولارات، فظهرت هشاشة الاقتصاد التركي. لكن ما سبب الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة؟ قضية القس برونسون هي السبب في الأزمة الراهنة. العقوبات الموقعة على إيران يتوقع أن يكون ضررها على تركيا أطول أمداً، المضي قدماً في فرض عقوبات على تركيا. ما الحل؟ رفع الفائدة؟ تزايدت الضغوط منذ الأسبوع الماضي على البنك المركزي التركي لرفع سعر الفائدة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقناع بعض الاستثمارات الموجودة بالبقاء. لكن كيف يبدو الاقتصاد التركي من الداخل؟ ارتفع عدد من السلع الأساسية والمواد الغذائية، وارتفعت رسوم فواتير الكهرباء والطاقة. تجلت التناقضات بين الرئاسة والوزارات. الرئيس يتعهد بالصرف الهائل على مشاريع خطته. الحكومة تصرح بأن الأولوية هي لمكافحة التضخم بتخفيض الصرف العام. فهل ينجح أردوغان بحل هذا التشابك وإنقاذ الليرة التركية؟